نحن نحاول أن نثبت خطأنا في أسرع وقت ممكن، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا تحقيق التقدم. مع حلول الليل تشتعل منطقة جسر دلال في مدينة زاخو في كردستان العراق بالأضواء في كل مكان. لقد تم إنشاء منتزهات على ضفاف نهر الخابور الذي يقسم المدينة إلى نصفين، وأصبحت المدينة مقصدا سياحيا ممتازا بفضل هذا المشروع. ولكن مشهد الألوان هو الذي يلفت انتباهك أكثر من غيره. في كل مكان تنظر إليه تغمر لافتات النيون الشوارع والأرصفة بالأضواء، وتعلن عن مظاهر الاحتفال والبهجة والترحيب بالقادمين. وفي أعماق لافتات النيون هذه تتكشف هناك خلية محمومة بنفس القدر من النشاط. فبدلا من أن يسرع الناس في التحرك، تتحرك جسيمات دون ذرية صغيرة تسمى الإلكترونات في هذا الاتجاه أو ذاك، وبدونهم ستكون شوارع زاخو مظلمة، وهي أيضا المفتاح لفهم الفوتونات. لنسافر داخل إحدى الأضواء الحمراء في زاخو والمليئة بغاز الهيدروجين. للوصول إلى ذرات الهيدروجين الفردية علينا أن نقترب مسافة كبيرة بشكل لا يصدق. إن ذرة الهيدروجين صغيرة بشكل لا يمكن فهمه، فهي أضيق بحوالي 83 مليون مرة من أظافرك. إذا قمت بتقليص حجم الأرض بنفس المقدار فيمكنك حمل الكوكب في راحة يدك. الهيدروجين هو أبسط ذرة في الكون، ويتكون من جزئين فقط، بروتون موجب الشحنة في المركز وإلكترون سالب الشحنة يدور حوله. على الرغم من أنه ليس تشبيها مثاليا، إلا أنه يشبه القمر الصناعي هيتومي الذي كان يدور حول الأرض. وبالفعل هذه هي الطريقة التي تصور بها الفيزيائي الدنماركي نيلز بور ذرة الهيدروجين في عام 1913 فيما أصبح يعرف بنموذج بور. ومع ذلك قال بور أن الإلكترون لا يمكنه أن يسكن في أي مدار حول البروتون، إنه ينتقل بين المدارات. في نموذج بور يتم قياس مدارات الإلكترون بالمثل، مما يعني أنه يسمح فقط بكميات وأحجام محددة معينة. تسمى هذه المدارات المسموح بها مستويات الطاقة، وهي السر وراء الألوان في منتزهات زاخو. إذا قمت بتمرير تيار كهربائي عبر الغاز، فإنك تمنح إلكتروناته دفعة من الطاقة، والتي تستخدمها للقفز إلى مستويات طاقة أعلى، وعندما تسقط مرة أخرى، تنطلق الطاقة التي فقدتها على شكل فوتون. طاقة الفوتون تساوي حجم الفجوة بين مستويات الطاقة، وهذا بدوره يتحكم في لون الضوء الذي نراه. الضوء الأحمر لديه طاقة أقل، والضوء البنفسجي هو الأكثر. إذا كان جميع المدارات ممكنة، فسنرى الضوء الأبيض فقط، حيث تمتزج جميع الألوان المختلفة الناتجة عن التحولات التي لا تعد ولا تحصى معا. ولكن هذا ليس ما نراه. إذا أخذت ضوء من غاز الهيدروجين المتوهج ومررته عبر جهاز يشبه المنشور، فإنك تكشف عن طيف الهيدروجين. يتكون الجزء المرئي من هذا الطيف من 4 خطوط ملونة فقط مرسومة على بحر أسود. تأتي هذه الخطوط من الفوتونات المنبعثة عندما تنخفض الإلكترونات إلى مستويات الطاقة الثاني من مستويات الطاقة السادس والخامس والرابع والثالث على التوالي. السواد بين السطور أرض قاحلة، إنه خال من الضوء لأن التحولات الإلكترونية اللازمة لإلقاء الضوء عليه ببساطة غير موجودة، وهذا النمط هو بطاقة الاتصال للذرة الكمومية. لكن من بين الخطوط الأربعة فإن الخط الأحمر الموجود في أقصى اليمين والمعروف باسم إج ألفا أكثر سطوعا بشكل ملحوظ من جيرانه، وهو يغرق الخطوط الثلاثة الأخرى. بحلول عشرينات القرن العشرين كان العديد من أعظم علماء الفيزياء في التاريخ، من ماكس بلانك إلى أينشتاين إلى بور، قد عملوا على هذا النموذج للذرة نتيجة متابعة مضامين التأثير الكهروضوئي لأينشتاين إلى نهايتها المنطقية. لكن بالطبع في مباراة فايمان للشطرنج الكونية كانت هناك دائما حركة صغيرة غامضة تحدث ثغرة كبيرة في نظريتك. إحدى الملاحظات الحميدة التي تجعلك تدرك أن كل شيء ليس كما يبدو تماما، وكان هذا الصدع صغيرا بشكل خاص. إذا نظرت بعناية إلى الخط إج ألفا سترى أنه ليس خطا واحدا على الإطلاق، بل خطين بشكل ثنائي. هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض بشكل غير محسوس، وتفصل بينهما مسافة أدق من 250 ألف مرة من خيط حرير العنكبوت. يطلق الفيزيائيون على هذا اسم البنية الدقيقة،
ولا يستطيع نموذج بور تفسيره. إن البنية الدقيقة في حد ذاتها تعادل إشارة نيون كبيرة تومض مع التحذير بأن النظرية غير مكتملة. ومرة أخرى اضطر الفيزيائيون إلى العودة إلى لوحة الرسم. واليوم يكمن حل لغز البنية الدقيقة في الجانب الآخر من العالم، في مكان يحظى بشعبية لدى السياح أكثر بكثير من شوارع زاخو في فترة الأعياد. إنها كنيسة ويستمنستر. تعد كنيسة ويستمنستر بأبراجها المهيبة واحدة من جواهر تاج لندن، وقد تم تتويج الملوك والملكات داخل أسوارها منذ ما يقرب من 1000 عام، كما أنها مكان دفن العديد من الرموز البريطانية من ديكنز وداروين إلى كلينينغ ونيوتن. وعلى أرضية الدير بالقرب من النصب التذكاري لنيوتن توجد لوحة تخلد ذكرى حياة أعظم فيزيائي إنجليزي منذ زمن نيوتن، بول أندريان موريس ديراك. حفرت على اللوحة المعادلة التي لا تمثل عبقرية ديراك فحسب، بل تحل أيضا مشكلة البنية الدقيقة وتشرح سبب كون خط إيج ألفا ثنائيا. السر هو خاصية غامضة للإلكترونات تسمى الدوران. نحن نعلم أنه عندما يتحرك جسيم مشحون كهربائيا فإنه ينتج مجالا مغناطيسيا، ومع ذلك تظهر التجارب أن الإلكترونات تنتج في الواقع مجالين مغناطيسيين منفصلين، لذلك يجب أن تتحرك بطريقتين مختلفتين. يدور الإلكترون حول ذرة، ولكن يقال أنها تدور أيضا، لذلك بطريقة ما يشبه الإلكترون الأرض التي تدور حول محورها وتدور حول الشمس، ولكن ليس تماما، لأنه في حالة الإلكترون فإن الدوران هو مجرد تشبيه، يجب أن تدور بسرعة أسرع من سرعة الضوء لتفسير سلوكها المرصود. ومع ذلك لا يزال الفيزيائيون يستخدمون كلمة دوران للإشارة إلى مصدر المجال المغناطيسي الثنائي للإلكترون، والبنية الدقيقة تنتج من تفاعل هذين المجالين المغناطيسيين مع بعضهما البعض. كما هو الحال مع مدارات الإلكترون فإن الدوران يتم قياسه أيضا، ولا يسمح إلا بكميات معينة. يبلغ دوران الإلكتروني النصف، لكن يمكن أن يكون موجبا أو سالبا، لذا يمكن للإلكترون أن يتواجد في إحدى حالتي الدوران: لأعلى حيث يكون دورانه زائد نصف، ولأسفل حيث يكون دورانه سالب نصف. يقوم الإلكترون المغزلي بإنشاء مجال مغناطيسي يضيف إلى المجال المغناطيسي الناتج عن حركته المدارية، مما يعزز الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى قليلا. يعمل المجال المغناطيسي الناتج عن دوران الإلكترون للأسفل ضد المجال المغناطيسي المداري، مما يؤدي إلى نقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أقل قليلا. وهكذا يتم إنتاج خطي إيج ألفا المتقاربين في طيف الهيدروجين بواسطة الإلكترونات التي تسقط من مستويات الطاقات المختلفة قليلا. كانت عبقرية ديراك هي جمعه لعدة اكتشافات في فيزياء أوائل القرن العشرين لتفسير غرابة الدوران. في عام 1926 نشر إيروين شرودنجر معادلة شرودنجر الشهيرة: مثلما يمكن للضوء أن يعمل كجسيم وموجة، كذلك يمكن للإلكترونات أن تفعل ذلك. تصف معادلة شرودنجر سلوك موجات الإلكترون هذه، كما انضم ديراك إلى النظريات النسبية الخاصة لأينشتاين، والتي تصف كيف تتصرف الأشياء عندما تتحرك بسرعة عالية. النتيجة، عندما نشر ديراك معادلته الخاصة في عام 1928 تلك المحفورة على لوحة كنيسة ويستمنستر، أظهرت أن الدوران يصبح خاصية حتمية للإلكترون بمجرد التعامل معه كموجة كمومية نسبية. إن نموذج بور الذي يصف الإلكترونات على أنها كواكب دوارة أصبح الآن في كومة الخردة المتزايدة من النظريات التي اضطر الفيزيائيون إلى التخلص منها. تتكون الذرات في الواقع من موجات وجسيمات في نفس الوقت. لقد انفتح صدع البنية الدقيقة واستهلك الذرة بأكملها. لكن أفضل النظريات العلمية لا تشرح فقط شيئا نعرفه بالفعل، بل تتوقع شيئا لا نتوقعه. تعمل معادلة ديراك سواء كانت الجسيمات التي تصفها تمتلك طاقة إيجابية أو سلبية أم لا. لذلك تنبأ ديراك بوجود جسيم مطابق للإلكترون، ولكن بشحنة كهربائية معاكسة، إنه جسيم المادة المضادة.
وبعد 4 سنوات فقط من نشر ديراك لمعادلته، اكتشف كارل أندرسون البوزيترون بالفعل. مقارنة بنموذج بور، كانت معادلة ديراك بالتأكيد مجموعة أكثر شمولا من القواعد لكيفية عمل لعبة الشطرنج دون الذرية. ولكن عند هذه النقطة أصبح الفيزيائيون حذرين بشكل مفهوم من إغلاق كتاب القواعد، وكانوا على حق في عدم القيام بذلك. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أنه كانت هناك حركتان صغيرتان أخريان في زاوية غريبة من اللوحة لم تكن مشمولة بقواعد ديراك. وفي مصادفة تاريخية غريبة، تم الإعلان عن كلتا الحركتين في نفس المؤتمر في عام 1947. خلال الحرب العالمية الثانية، تم إعادة توظيف العديد من علماء الفيزياء البارزين لتطوير تكنولوجيا مفيدة عسكريا مثل الرادار والقنابل الذرية. كان مؤتمر شيلتر آيلاند الذي عقد بالقرب من لونغ آيلاند في نيويورك بمثابة فرصة لإعادة التركيز على تجميع كتاب القواعد النهائية للكون. أعلن الفيزيائي الأمريكي بولي كارب كوش عن قياساته لخاصية الإلكترون التي تسمى عزمة ثنائية القطب المغناطيسي. اختلفت إجابته مع تنبؤات ديراك، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك شيء أعمق بكثير وأكثر غموضا. لشرح ذلك، دعونا نعود إلى الشريط المغناطيسي الذي له قطبان شمالي وجنوبي، مما يجعله ثنائي القطب. إذا قمت بوضع المغناطيس داخل مجال مغناطيسي آخر، فسوف يحاول التوافق مع هذا المجال، مثل إبرة البوصلة التي تتأرجح باتجاه الشمال. إن عزم ثنائي القطب المغناطيسي هو مقياس لقوة هذا التفاعل. يؤدي دوران الإلكترون إلى توليد مجال مغناطيسي، لذا فهو يشبه مغناطيسا ثنائي القطب صغيرا. لكن السؤال هو، ما مدى قوة عزم ثنائي القطب المغناطيسي؟ إذا لم تعامل الإلكترون كجسيم كمي وافترضت أنه كرة صغيرة تدور بالفعل، فستحصل على إجابة خاطئة. القيمة الحقيقية لعزم ثنائي القطب المغناطيسي الذي يقيسه كوش تبلغ حوالي الضعف، ويسمى هذا الاختلاف بين الإجابات الكمومية وغير الكمومية بالمعامل جي. تتعامل معادلة ديراك بشكل صحيح مع الإلكترون كجسيم كمي، وتتنبأ بأن المعامل جي يجب أن يكون 2 بالضبط. ومع ذلك فإن قياسات كوش قالت خلاف ذلك. الجواب الذي حصل عليه هو 2.00238. أصبح هذا الاختلاف الذي يبدو تافها معروفا باسم عزم ثنائي القطب المغناطيسي الشاذ للإلكترون، وهو علامة نيون أخرى تسلط الضوء على جهلنا، وهي مناورة غير مفسرة في لعبة الشطرنج للآلهة. لكن تلك لم تكن الصدمة الأكبر في جزيرة شيلتر. شهدت الحرب خطوات هائلة للأمام في مجال تكنولوجيا الموجات المكروية. وفي تجاربه بعد الحرب، رأى ويليس لامب ذرات الهيدروجين تقذف فوتونات الموجات المكروية، فوتونات لا ينبغي ببساطة أن تكون موجودة. وفقا لمعادلة ديراك، يجب أن تتطابق 2 من مستويات الطاقة داخل ذرة الهيدروجين. وبدلا من ذلك، أدرك لامب أنهما يتباعدان بمقدار جزء واحد فقط من المليون. عندما تقوم الإلكترونات بالانتقال فيما بينها، فإنها تنتج فوتونات الموجات الدقيقة. رأى لامب هذا الانقسام غير المتوقع في مستوى الطاقة، والذي أصبح يعرف باسم تحول لامب. سيعرف هذا لاحقا أنه كان أصغر القياسات مع أكبر التداعيات. إن عمل كوش ولام لن يمنحهما حصة من جائزة نوبل لعام 1955 فحسب، بل سيضغط أيضا على الفيزيائيين لتوسيع معادلة ديراك إلى ما ستصبح النظرية الأكثر دقة واختبارا في تاريخ الفيزياء، والتي من شأنها أن توحد كل ما نعرفه عن المجال الكهرومغناطيسي والذرة الكمومية معا في نظريات واحدة. ولكن مع هذا الإدراك، سنضطر إلى قبول واقع جديد غريب حقا، وهذا ما سنخوض به في الفصل القادم قريبا. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. يمكنك دعمي بشكل مباشر من خلال التعليق بميزة شكرا أسفل الفيديو، وسأكون شاكرا لك بالمقابل. يمكنك أيضا دعم القناة بشكل دائم من خلال الانتساب لها، سيوفر هذا المزيد من الوقت لي للعمل على فيديوهات علمية أكثر، وسأكون ممتنا للغاية. رابط الانتساب تجدونه في صندوق الوصف. شكرا للمشاهدة، أراكم في الفيديو القادم.